بسم الله الرحيم، هبدأ أتكلم النهاردة على إزاي أعمل إعداد للسيرفر بتاعي بعد ما استلمت البيانات في الحلقة اللي فاتت. هبدأ أتعرف النهاردة إزاي أعمل له سيت أب، أو إزاي أعرف أسطب نظام التشغيل وأقسم الهارد ديسك وأسطب لوحة التحكم وأعمل لها إعداد. لكن في الأول كان في حد سألني يعني إيه سيرفر أصلا، أو إيه اللي أنا عمال أتكلم فيه ده. فهقول لك إن السيرفر هو عبارة عن جهاز كمبيوتر. السيرفر ما هو إلا جهاز كمبيوتر لكن بمواصفات عالية. مواصفات عالية يعني إيه؟ يعني مش زي الجهاز اللي حضرتك قاعد عليه، يعني مش الهارد بتاعه مش صغير 500 جيجا مثلا او 1 تيرا كمان، لا ممكن يكون اكتر من كده، ممكن يكون هاردين او 3 او 8 او اكتر، كل هارد فيهم مثلا 4 تيرا. ده بيرجع للمساحه اللي انت متطلبها في البيانات بتاعتك. طيب فبيتكون من ايه جهاز السيرفر ده؟ بيتكون من كيسه، الكيس نفسه اللي فيه المكونات بتاعه السيرفر. بيتكون من ايه الكيسه دي؟ بتتكون من هارد ديسك عشان اخزن عليه البيانات بتاعتي. طيب بيتكون كمان من الرام اللي هي الذاكرة بتاعة الجهاز بتاعي. طبعا بفضل ان الرام يكون اكبر من 8 او 16 او 32 جيجا، وكان بيوصل لاكتر من كده بكتير، ممكن 128 جيجا وهكذا. طيب المعالج او البروسيسور نفسه او السي بي يو، ده المخ بتاع الكمبيوتر او العقل بتاع الكمبيوتر، ده اللي بيفكر في الكمبيوتر وبيعمل كل العمليات الحسابية بتاعتك، بيوصل كل العمليات ببعض وبيرد عليها. فكل ما يكون المعالج اقوى كل ما يكون السيرفر اغلى ويكون امكانياته كويسة. طيب اخر حاجه كان انترنت فائق السرعه، بمعنى ان هو مش انترنت زي الموجود عندنا في مصر 1 ميجا و2 ميجا و8 و20 ميجا، لا هو بيبدا من 100 ميجا بير سكند، بيوصل كمان لل1 جيجا، ده بقى المينيموم بتاعه الايام دي، بيوصل كمان ل10 جيجا. طيب كل المكونات دي مربوطه على حاجه اسمها المذر بورد او اللوحه الام، بيحط مثلا هنا البروسيسور، الرامات، الهارد بيتوصل بيه بالكيبلز بتاعتها سواء كان ساتا او داتا، طبعا ما عادش في داتا من زمان، كل الموجود دلوقتي ساتا بضاف انواع جديده طبعا، وبيتوصل بيها كابل الانترنت. كده احنا اتكلمنا يعني ايه سيرفر، ايه هي مكوناته عشان اكون فاهم انا بعمل ايه. طيب السيرفر ده موجود فين؟ موجود في مكان ما، موجود في داتا سنتر، ده اللي هو المكان اللي موجود فيه السيرفرات، اللي هو مركز البيانات. داتا سنتر هو مركز البيانات، عبارة عن مبنى كبير موجود في دولة متقدمة مثلا زي ألمانيا، النت عندهم سريع، عندهم إمكانيات عالية جدا سواء كان في التخزين، سواء كان في المكان نفسه، في التبريد، في التهوية وهكذا. انا بدخل للسيرفر ده من مكاني، من جهازي انا في البيت، عن طريق حاجه اسمها الاس اس اتش او الشيل. الخدمه دي بتتيح لي ان انا اقدر اتحكم في السيرفر بتاعي عن بعد، يعني انا بدخل اتحكم في السيرفر من مكاني وهو موجود في الداتا سنتر في المانيا. هنعرف الكلام ده ازاي لما ابدا اشتغل عملي ان شاء الله. طيب هبدا اعرف ازاي ادخل على السيرفر بتاعي. قلت لك انا بدخل عن طريق حاجه اسمها الاس اس اتش او الشيل، وده البرنامج اللي بيمكنني من الاتصال بالسيرفر عن بعد. بحط هنا الهوست نيم او الاي بي ادرس اللي هو في الرساله اللي الداتا سنتر بعتتها لي، بعتت لي حاجه اسمها الاي بي. البورت هو الافتراضي 22، ببدا احط هنا الاي بي بيكون مثلا 1.1 وهكذا، ده رقم الاي بي. طبعا لكل سيرفر اي بي مختلف، الاي بي زي البطاقه بتاعتك بالظبط، مفيش اتنين بني ادم عندهم نفس رقم البطاقه. بمجرد اني بدخل رقم الاي بي واضغط انتر هنا، بيفتح لي شاشه سوداء بيسالني على اليوزر، بكتب له روت اللي هو طبعا الداتا سنتر بيكون بعته لك روت كده، بضغط انتر كمان مره، بعد كده بنسخ الباسورد واضغط كليك يمين. المعلومه ما بيظهرلكش حاجه على الشاشه السوداء، وساعات ما بتكتب الباسورد بتظهر زي ما هي سوداء ما فيش اي تغيير عليها، فما تفكرش ان هي ما بتكتبش، لا هي بتكتب لكن حضرتك اللي مش شايف. وتضغط انتر هيروح مدخلك على الشاشه الجايه. هنوقف دلوقتي ونرجع في الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا.